السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي بتسهل جدا شغل موضوع الاوتوميشن ان يكون في حاجات مكررة، حاجات كل شوية بتعملها، فبتاخد منك وقت وبتاخد منك مجهود وممكن تنساها. هنا بقى الموضوع بيبقى سهل جدا ان انت بتربط خدمتين مع بعض. يعني على سبيل المثال لما ارفع فيديو يوتيوب، خد الرابط وانشرهولي على الفيسبوك، انشرهولي على تليجرام، انشرهولي على كذا. بدل ما انت كنت بتعمل الموضوع دوت مانوال فكان بياخد منك وقت، لا اصبح الموضوع اسهل بكتير. ممكن اقول له مثلا اول ما افتح الميتنج انشر الرابط في الاماكن الفلانيه، كل ما اجي اعمل محادثه خد الكلام وابدا سايبه لي في جوجل درايف، اول ما يجي لي ايميل من كذا ابدا انشر لي كذا. فبيفيدك كتير جدا في تنظيم الاجتماعات، انت بتبقى مركز على الاجتماع وهو اوتوماتيك بيسجل لك ويبدا ان هو يحول لك يلخص لك الاجتماع وهكذا. فالخدمات بتاعت الاوتوميشن دي بتبقى قويه جدا وتوفر عليك وقت كتير جدا. مجرد مثلا اول ما تقول له ايه، اول تاخد المعلومات من الويب سايت وحطها لك جوجل درايف وابعت للناس في الشركه معلومه معينه، او اول ما يحصل حاجه معينه ابعت للناس كلها. فدي بتبقى جميله جدا وبتوفر عليك وقت كتير جدا الموضوع دوت. زائد ان هو مرتبط هنا بخدمات كتيره جدا، وتقدر انت تستخدم ورك فلو على طول جايز، او تعمل انت ورك فلو لنفسك. الذكاء الاصطناعي وفر وقت كتير جدا في موضوع الاوتوميشن دوت.